المتهم طه توفيق يوسف. نادى المشتكي الأول. المشتكي الأول. سو التشكيلة. خلي يقول أقسم بالله العظيم. أسين خم خدي مازن. أسين خم خدي مازن. أن أشهد بالصدق كله. وهمي راسية بيجم. وهمي راسية بيجم. ولا أقول إلا الحق. وجب. شنو الشكوى مالتي؟ بلاس مواطن من محل جندي كريمي. أنا مواطن من قرية كريمي. از جیم جل عائله خواهم حفظ جذبیم ام راوستیم برای خدا نگیم و شازده جندی دیل هر دو میلازم هر سینگی من راوستیم اوی وقتی دوی دل حضی دام هر دو میلازم ها قرار دام میلازم اگی گوتی اگو عدور و میلازم دوی گوتی ارمی بله وقتی گوتی ارمی طبعا همیش که بیگ و رمی المیکر و همی او جماعت بیگ فکر نعرضی عندما قاموا بعملية الرمي باتجاهنا وقعنا جميعا على الارض تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل المشتكين يجون ياخذون سياحة لكن ماكو أحد، ليس هنالك، فقط شخصه شخوصهم، يعني هو يقول وهذا هو خلاص والمحكمة تسجل. من يدعم قوله؟ لا أحد، لا شخوص، لا عرب، لا كرد. فهل هذه الطريقة توصل إلى الحقيقة؟ شكرا. تفضل. سادة الكريم خلي الكاميرات تركز على هذا. قال عن نساء الأطفال لعدة مرات بين هذا الصف والصف الثاني. هل يبين للمحكمة ما هو السبب في عزله؟ أي أنه لم يبين يعني السبب في ذلك. تفضل.